السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على المصريون يحاولون ضرب استقرار الجزائر. نقول لكم خطونا خطو جرتنا، خاطر على راكم خاسرين وين تواصل وسائل الإعلام المصرية حملاتها الشرسة ضد المنتخب الوطني قبل أيام قليلة من الوصول من الأشبال بالماضي إلى القاهرة، قبل أيام، قبل انطلاق البطولة الإفريقية. مشينا كل الإذاعات صحافة مصرية، واللي باغي يشوف يروح يشوف، يروح يشوف شكاين شام يهضروا مصاروة كيفاش شام يهضروا. وحنايا نعطوكم حاجة، الناس اللي يهضروا قال لك جيغو كافر وأندي مسيحي وهذو ما يمثلوش وهذو منا اودا موريس اودا اللي راكم ديروا فيها المسيره، هذه نوجهها لكي يسموه زين عامر وكمال مهوي. روح اقرا التاريخ، السبيطار اللي مسمين عليه مايو روحوا تقراو فينيك. هذو حاربوا هذا أودا، هذا داته لاسكيريتي تاع فرنسا قطعوه. هذا الخطره ماكرو كرم الزوجه تاعه قطعوه طرفوه، واللي خون الكاميو تاع السلاح وداه الناس تاع الصح، داه الناس تاع الصح باش تقولوا بلي لا كافر. انا يا هنا بعتونا كاع، انا يا بنادم كوي مصاي يهضر ما يخليه والو، ما صاونا هضروا ما خلوه والو، ما خليتوش هنا، ما خليتوش هنا يا راهو راه يوقفوا قدام استعداد تاع الاعلام يلعبوها يبكوا. الدم تاع الجزائري داوه باعوه لفرنسا، الدم تاع الجزائر تاع التضامن، الدم تاع الجزائر داوه باعوه لفرنسا. شكون اللي خير؟ في من نأمن دروك انايا؟ نأمن في هذا اندي ولا نأمن في كمال مهوي وزين عامر؟ زين عامر كان يعاير في مبولحي ولا يقولوا انا وطني اكثر منك، تا وطني وطني تاع بطني، توما كاين وطني، وطني تاع الصح وكاين وطني تاع بطني، توما وطني تاع البطن تاع الكرش تاع الاستوما. هيا خرج عاود قولها لنا، قلنا انا وطني اكثر. انت مع من كنت؟ في من كنت دعم؟ كنت دعمه في العصابه، خاطر عليه كنتو تاكلو باركينغ ميدي خارج تعطيه 400 ميل، باركينغ مين يجي خارج تعطيه 400. هذاك الهادي ودالي الباركينغ كان مين يجي خارج يقيسلو 400 500 ميل. من اين لك هذا نتايا؟ تشوف كيفاش كانوا يخونوا الدراهم ويزربعوا في الدراهم وكلش، بصح كلش ينكشف. حيا ما تقعدش متسوسه، جزائر الريح يسمعوا به، كي يضرب الريح يسمعوا به، الريح يدور يسمعوا به. حنا نعاودوا نردوا على هذو المصاروه وين داروا قضيه وما داروها اكثر منا. احنا صايق دارها عرا روحو طردناه، صايق مكان، صايق يربح يتحمل مسؤوليه وسخ روحه هو برك. وانا ضد الناس هذو اللي يقولك بلي حنايا لازم نسمحوا بالقبله ولازم منا ولازم. انا ما استعرفش بها هذه الحاجه، هذه اللي يقولك بلي لا وصغير وما يعرفش وحنايا ومنا، يقولوا دايوث نتايا، انت مكان والو، انت يا صفاره اللي يقول لك باللي بالقبله مكان والو مسكين ومنا، صفاره صفاره كبيره، صفاره تاع ديك اللي داروها في جنوب افريقيا، هذيك الصفاره هذيك الزماره هذيك اللي يديروا بها الحس، هذيك هي انتوما، هذيك هي عندي جلاس الوالو يقعد لبدا جلاس الواله. الراجل تقاليد الجزائريه كاش هذي مكاش عايش معاهم، الله يسهل عليك. بصح باش تجو يدخلونا ثقافه تاع كفار دخلوهم لنا في رسالنا، ما تدخلش كافر يدخل في التقاليد تاعنا مرحبا به، بصح باش حنا ندخلو به ما ندخلوش. راكم غالطين وين هدف، وين هذا الهدف هذه تاع التهجم على الفريق الوطني هو محاولة ضرب استقرار التشكيلة الوطنية وزعزعة المجموعة من خلال تضخيم مشكلة التي حدثت في معسكر المنتخب الوطني الجزائري. مزية ما سمعوش تعطل، مزية ما سمعوش تعطل، سمعوا غير تاع أندي هذا مكان.
وين في ضربة فضيحة صدى البلاد، كتبت في تقرير لها أن بالماضي استقال من منصبه قبل انتقال إلى الدوحة بسبب شجار عنيف بينه وبين يوسف عطال. ما عرفوش بسبب يوسف عطال واه. خبر وين الخبر حتى تنقل، شوف الخبر تنقلوه الصحافة العربية والناس يكذبوا فينا ديريكت. وين انا نشوف نقولوا الناس اللي ولاو يكذبوا فينا، قلنا لهم ما وديهاش اسرى كذبونا احنا فاتت صايف فاتت ونهار اللي غادي تعاود تطرطق غادي ما نشوفوكم ان شاء الله بربي. الاخر كسموه زاتشي بروحه زمق وش قال لهم؟ قال لهم واه زو باعه وفاتت، خرج من سيدي موسى وعاود ولا وفاتت. علاه خرج من سيدي موسى؟ علاه خرج من سيدي موسى؟ الناس اللي يقول لك لا وسكت ما هدرتش بالماضي من خرج من سيدي موسى وراح، ما خممش باللي عنده كوب دافريك بالماضي، ما خممش باللي عنده كوب دافريك من خرج من سيدي موسى بالماضي، كو خمم قبل لا يخرج من سيدي موسى والخبر ينطلق، كو خمم في الكوب دافريك، كو خممش تا كاين شراه جاي، كو بالماضي خرج وراح ما حشمش من الوزير، ما حشم من الرئيس الاتحادية، ما حشم ما والو، أيا خرج راح. من بعد شا غادي نهضرو شا نقولو؟ على خرج على زال على جال ما جابولوش صلاية باش يصلي، ما جابولوش باش يفطر في الوقت، على خرج مكاش شيشة، على خرج قولولنا حنا يا المصريين، يا المصريين تفكروا باللي رسلنا لكم الويتيام بيبي تاع بلعباس فيلق جاب لكم في زوج سوايع 80 اسرائيلي حي بلا اللي قتلوهم، 300 اسرائيلي ميت و80 اسرائيلي حي في رمضان في 73 في اكتوبر. نتوما كنت تهضروا بلي تقولوا هذا نحى حوايجو العسل والو، نتوما الهود في اكتوبر 73 كانوا داخلين عليكم باش يقلعوا لكم السراويل، كومشي حنا الجزائريين حرمنا عليهم، حرمنا كانوا داخلين يغتصبوكم، وليتو تعيطوا يا عرب يا عرب روحنا حنا يا لاويتيان بيبي راحت تاع بلعباس فيلق واحد برك، فيلق واحد راح برك، قلب لكم 80 واحد معشعل قتل 150 قيلو معشعل. كما هاد المصريين وين الصحافه تاعهم وين كما ضخموا ايضا قضيه بالقبله وقالوا ان اللعاب ظهر عاريا في مقطع فيديو، ولم ينسوا ايضا قضيه مغادره المحظر البدني بعد شجار مع نيا عندنا يقول لك ما حاكم الدال، المشكله اللي دار حاكم الدال، وهي كلها مواضيع من شأنها أن تؤثر في المجموعة، لأن يدركون جيدا أن منتخبنا الوطني هو من أقوى المنافسين الفراعنة على لقب هذه النسخة رفقة المغرب. كم يديروا كيما هكا راهم عارفين شتا كاين، راهم عارفين شتا كاين، راهم عارفين بلي كاين غادي 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 راجيمات طايحين عليهم. وانا نقولها ونعاودها راني كيما هكا كنا نهضروا 80% مازلنا ما فتناش دوزيام تور، بصح 70% 80% غادي نجيبوها، نلقاو البرازيل ونجيبوها، نلقاو البرازيل ونجيبوها ان شاء الله بربي، 80% نجيبوها حنا جايبينها ان شاء الله بربي. لعابه اللي راهم عندنا نبقاو التخوف تاعنا وين؟ في خط وسط الميدان، خط وسط الميدان، ولازم تدعيم الجهة اليمنى. قال الجهة اليمنى شارع عطال غير مضمون، نقول فيها ونعاود اللي بغا بغا، هذه حقيقة وهذا فريق وطني مكان لا مجاملة لا منا لا من ليه، يلعب في نادي فرنسي راهم يشكروا فيه في نادي فرنسي ويوروه لنا في حالة هجوم. أنايا شعمل واحد يلقاني يقول لي أحمد ما تخسرش مع الناس على بالك راك طايح، لا لا نهدر الصح، لا علاه نكذب؟ على نكذب نقول عطال غادي الجهه تاعو مؤمنه 100%؟ لا ماشي مأمنه الجهه تاع عطال، ماشي مأمنه، لازم يأمنوها
لازم ما تأمنوش، ما تأمنوش فيه. راني نقول فيها ونعاود، الجهة تاع عطال لي زافريكا غادي تسيبهم قايلبهم جهة تاع عطال، لازم التأمين في ديك البلاصة. راني نقول فيها ونعاود، سبحان الله، الطوقو ميتة لعبتنا من جهة عطال، لازم نتفهموا، نتفهموا شوي، نهضروا شوي ونتفهموا بزاف. هذه حقيقة. اش عمل واحد يعيط لي يقول يا ودي شوبير الناس راهم بالك راك تخسر معاهم خاطش على عطال من... لا نقول له نهضر الصح، لا عطال انا يا عطال، ايه عطال يروح تاع شافاته من العطاطيل ولا الاعلام يبقى تاع شافات من ديك الجهة، وين راهم الرجال اللي كانوا في ديك الجهة؟ حنا اللي نعقلوا لهم المرسقة والرواح، وين راهم؟ شعال من الواحد فات، وين يبان عطال؟ في الاخير شنقول لكم حنايا ان شاء الله بربي هذه الصحافه وهذه المواقع تاع المصاروه ما يدخلوش معنا في حرب معهم. هذه من هذه هي صحيتو وتحيه الجزائر وربي يحفظكم.